بنروح ل قولوا لي طيب نروح للاستاذ حسام غنيم عضو لجنه التطوير بالاتحاد الانجليزي لكره القدم. حسام مساء الخير. مساء النور يا كابتن، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ وحشني. كله تمام؟ ربنا يخليك. كله تمام الحمد لله. يعني بدايه النهارده الحقيقه موفقه جدا لليفربول، وبدايه للدوري الانجليزي، وبدايه تهديفيه رائعه لصلاح، وكمان مشهد رائع لصلاح الاحتفال على طريقة مؤمن. والله احنا لازم نقول ان النهارده اولا الف سلامه على مؤمن، طبعا كلنا متعاطفين معاه وكل التأييد ليه طبعا، ان شاء الله يرجع بالسلامه. وبالنسبه لصلاح احنا بنقول النهارده يوم مهم جدا 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 في تاريخ صلاح، يعني بغض النظر عن كل اللي عمله قبل كده حاجه والنهارده حاجه تانية خالص. السبب الاول ان احنا لو قسمناها المراحل هنلاقي ان صلاح اول ما جه البريمير ليج طبعا عمل حاله خاصه جدا بدات بينه وبين جمهور ليفربول، طبعا باهداف وكل الحاجات اللي عملها. الحاله دي امتدت واحده واحده لكل جمهور البريمير ليج، اول ما هو كسب هداف البريمير ليج وافضل لاعب في البريمير ليج مع فرقه ما فازتش بالدوري، دي حاله نادره بتحصل هنا. بنوصل بعد كده المرحله الثالثه ان هو بقى تميمه للدوري الانجليزي، يعني بيظهر على كل الاغلفه، معمول له اعتبار كبير جدا، بيفرق في السلعه. هو انا بس لازم يعني اخلي بالي من الحاجات اللي بقولها عشان برضو موقفي هنا شويه، ولكن هو بقى يعني زي نفس موقف كريستيانو رونالدو لما مشي من اسبانيا وراح ايطاليا مثلا، اثر في سعر الدوري او السلعه نفسها. يعني ده طبعا عمل مشاكل للانديه المنافسه او النادي المنافس، مش عايز اسمي نادي بالظبط، لان طبعا بقى بياخد الحاجات الثانيه التسويقيه بتاعتهم، وللاسف هو اتحط تحت ضغط كبير جدا. احنا لو بصينا هو جاب 19 جون السنه اللي فاتت، السنه اللي قبلها جاب 22 جول، وهو من نص الموسم اللي فات والناس بتتكلم ان هو مش بيأدي كويس او في بدايه النهايه بتاعته، الكلام ده طبعا ما كانش صحيح. فهو الاول مره تاني بيتحط في اختبار ان هو لازم يثبت نفسه، وطبعا البدايه كلنا ان هو مان اوف ذا ماتش وجاب 3 اجوان، فمبروك لصلاح وبدايه كويسه جدا. شايف ليفربول هل ممكن يحقق طموحات العام الماضي؟ هل ممكن يتصدر المشهد ولا المهمه السنه دي صعبه؟ شايف صلاح عامل بدايه تهديفيه رائعه، هل ممكن ينافس بشكل كبير على هداف الدوري الانجليزي؟ ان هو ينافس على هداف الدوري الانجليزي ما اعتقدش ده في اي شك ابدا، يعني هو احنا شايفينه ما شاء الله الاستمراريه بتاعته، ان انت تبقى نجم في المستوى ده بتحافظ، يعني كل الناس بتقول ان هو ماشي على خطى رونالدو وميسي، ان هو بيأدي نفس الاداء كل اسبوع، الحمد لله ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه بعيد عن الاصابه طبعا. فان هو ينافس على الاهداف دي ان شاء الله ما فيهاش مشاكل. الازمه كلها ان ليفربول يحافظ في البريمير ليج، يعني التاريخ عودنا ان انت تكسب سنه وتكسب اللي بعدها، طبعا مع المنافسه مع السته الكبار هنا البريمير ليج صعب جدا جدا جدا، ولكن المقاييس كلها بتقول يعني واي نوت، يعني خلينا نشوف ان شاء الله باذن الله. يعني يبقى دوري ممتع السنه دي، وان شاء الله يعني تسمح لنا ان احنا هنتابع معاك كتير السنه دي الدوري الانجليزي واخباره، وبتشرف دايما بوجودك معايا. العفو، الشرف لي. شكرا، بشكرك شكرا جزيلا.